أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 26 من برنامج مدرس على الهوى. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي هيتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معانا النهاردة مستر نبيل بكير، واللي هيشرح لنا تشابتر 5 من ذا بريزنر أوف زيندا. صباح الخير يا مستر. صباح الفل يا مستر. صباح الخير يا دكتور. جود مورنينج مستر احمد. جود مورنينج مستر مورنينج دكتور فاتن. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اهلا بيكم اعزائي طلبه وطلبات الصف الثالث الثانوي ومدرسينا مدرسين اللغه الانجليزيه وكل ولي امر مهتم باولاده. النهارده احداث جديده والقصه وشابتر جديد مع مستر نبيل. اتفضل يا مستر. صباح الفل على كل مدرسين اللغه الانجليزيه، صباح الفل على كل طلاب ثانويه عامه. والنهارده معانا ذا بريزنر اوف زيندا وشابتر سو اكزايتنج شابتر، شابتر 5. انا راجع بس اخر لقطه خدناها في شابتر 4. اخر لقطه كانت في شابتر 4، كانت عند فلافيا زبالاس في القصر بتاع برنس فلافيا. والراسند اللي يوز لما يوز الراسند استعمل بريتند انجلش اكسنت. زين ديتشارد سمايلد، هو ديتشارد سمايلد راسند نيوز he knew who he was and all his friends knew who he was. تمام. طالما ابتسم ده يبقى كده عارف ان انا مين، وكل اصحابه السته عارفين انا مين. انا ارجع بس لحته مهمه جدا جدا لديوك مايكل 6 سبيشال جاردز، اللي هم الست حراس الخاص بتاع ديوك مايكل. هم تو بارتس، جزئين، عندك ذا 3 فورنرز الثلاثه الاجانب، و ذا 3 روريتانيانز والثلاثه اللي هم الروريتانيين. الاولاني دي جوتيو ده فرنش لو فاكرين الكلام ده. وبيرسونو ده بلجيان، بلجيكي الجنسيه، وديتشارد ده انجلش. تمام. ذا 3 روتانيان ليوين جرام كرافستاين روبرت هنزاو. تمام. روبرت هنزاو يعتبر ذا يانجست بات ذا ورست، ذا يانجست بات ذا ورست اللي هو الاصغر ولكن الاسوء. دول يعتبر ذا 3 بيجست كريمنالز روتانيا. ذا 3 بيجست كريمنالز، اكبر ثلاث مجرمين في روتانيا. دول يعتبروا وير لويال تو ذا ديوك نوت تو ذا كينج. يعني عندهم انتماء للديوك مايكل نوت ذا كينج. تمام. They were ready to do whatever Michael asked them to do. لو قالوا مايكل يرموا نفسكم في البحر يرموا نفسكم في البحر. تمام. يعني دول عندهم loyalty belonging to ديوك مايكل مش طبيعي. تمام. جميل. خش في شابتر 5، اخر لقطه خدناها فيه كان عند برنس فلافيا بعد ما وصفوا ديوك مايكل ان هو ان انيمال، اي ثينك ذات هي ديزيرفز ذات، يستحق طبعا تو بي ديسكرايبد از ان انيمال بيكوز هيز تراينج تو جيت ريد اوف هيز براذر. So as to take the crown, so as to be the king illegally. عشان يبقى king بطريقة غير قانونية، يستحق لقب حيوان وأكثر من حيوان كمان. في شابتر 5 هنشوف هنا الرياكشن بتاع رودولف راسند وايل saying goodbye to Prince Flavia and to brother Duke Michael. I think that it was a mixture of happiness and sadness. هيبقى خليط من السعادة والحزن. هو اللي بيقول، مش أنا اللي بقول. هو بيقول طبعا I wasn't sorry to say goodbye. أنا مش آسف أو مش ندم إن أقول goodbye to my brother Michael and his soldier friends. اللي هم كانوا الثلاثة اللي كانوا معاه، اللي هم ديجوتيف بيرسونال أند ديتشارد. Although طبعا I was so sad. I was sad. كنت حزين جدا to say goodbye to Princess Flavia. Do you think that the rose contractor أو do you think that Rassendel had كونتراكت فيلينج، كان عنده مشاعر متباينه اون ليفينج فلافيا بالاس؟ هو بيغادر الاصل بتاع فلافيا؟ اوف كورس اي ثينك سو. هي سيد ذات هي وازنت سوري تو سي جود باي تو هيز براذر مايكل اند هيز سولجر فريندز. ات ذا سيم تايم هي واز سو ساد تو سي جود باي تو برنس فلافيا. واي دو يو ثينك سو؟ دو يو ثينك ذات راسند واز رايت؟ هل تعتقد راسند على حق فعلا ان هو يقول طبعا ان هو he wasn't sorry to say goodbye to his brother but he was so sad to say goodbye to Prince Flavia. هو المفروض ان هو كان عنده بعض المشاكل في التعامل يعني مع الامور العامه. بص يا مستر احمد، I think that he was so right. He was so right to say that he wasn't sorry to say goodbye to Duke Michael and his soldier friends because طبعا he knew that Duke Michael hated him. He wanted to become the king illegally. مظبوط. I think that he was right to say that he was sad to say goodbye to Prince Flavia. Perhaps he admired her at first sight. Perhaps he enjoyed talking with her. جنبيها من أول لحظة. طبعا أكيد. تمام. بقول هنا should I tell her the truth أو لها الحقيقة؟ What is the truth؟ إن هو مش the real king. He was the real king. He should tell her everything about her future husband.
and this showed that Resendel was a man of principles. راجل عنده مبادئ. عنده مبادئ تمام. He was honest. أمين. راجل أمين جدا جدا. He was a man of principles. راجل عنده مبادئ. Was I wrong to pretend to be the king? بقول هل أنا غلطان دانيال كينج؟ I didn't know. يعني راسلدل got confused. الراجل عنده حيرة. هل هو right to pretend to be the king or not? وبالتالي قالت له رودلف. قال لها أيوة. قالت له be careful. خد بالك. Want you. خد بالك من نفسك. Want you. أسلوب توكيد. قال لها be careful of what? Be careful of what? أبقى حريص من إيه؟ قالت له I can't say. ما اقدرش اقول لك. But think what your life means to the people of Mauritania. فكر حياتك معناها ايه الاهل بالنسبه روتينيا. لشعب الروتينيا. Do you think that Prince Flavia cared about the king? How do you know? He cared about of course, the king. She cared about the king. She asked them to be careful. To be careful of what? اهل روتانيا. From Duke Michael's plots. من مؤامرات ديوك مايكل. مايكل. هي بتقول له think what your life means to the people of Mauritania. بتقول له I can't say. يعني لو قال لي انا I can't say ايه؟ يعني she can't tell him frankly. ما اقدرش اقول له بصراحه ديك مايكل was an evil man. راجل شرير full of evil مليء بالشر. اكيد was trying to make a trap so as to get of him somehow بطريقه ما. وبالتالي she asked him to be careful. On thing that لما قلت له الكلام ده Resendel remembered what Rose I told him previously in England about his brother mean and Robert and his brother Robert realized that his position in society brings with it responsibilities of the Canada. فالقال what did Resendel remember when Flavia told him that to ask him to think what his life mean to the people of Britannia, he remembered what Rose had told him previously in England about his brother روبرت. ان روبرت realized that his position in society brings it responsibilities. Well, I had always wanted to have quiet life. دايما كنت نفسي اعيش حياه هاديه. Now I have a lot of responsibilities. How on earth had I put myself into such a difficult situation? بحق الجحيم بحق السماء. ايه اللي خلاني احط نفسي في الكلام ده كله؟ قال لي هنا راسندل in England was different from Resendel in Mauritania. Do you agree? Of course. In England, he had no responsibilities. He had a quiet in life. In England, he took only opportunities from his position. In Mauritania, he became responsible. He knew what is the meaning of responsibility. Now, he has a lot of responsibilities. In your opinion, what about Resendel's responsibilities? In Mauritania? In Mauritania. Number one, to act well as a king, so as not to be discovered. تمام. Number two, to rescue the real king. دي مهمة جدا جدا. Number three, to run the country well. To be a close king, not to be a distant king that people only hear about. يبقى ملك قريب من شعبه، مش الناس بتسمع عنه في كتب بس. مظبوط. To sign important documents يوقع المسات المهمة. To hold important meeting to discuss people's problems. To be close to them. To care about them. مظبوط. بس طبعا البريوريتي أولوياته to rescue the real king to act well as a king so as not to be discovered. هو راجل بيقول لنا طبعا في النكست فيو ويكس في الأسابيع القليلة القادمة I am so pleased. Why do you think that Resendel was so pleased for the next few weeks? Because it seems that nobody, even Prince Flavia, realized that he was not the real king. محدش أدرك إن هو مش الكينج الحقيقي. في many reasons, أسباب كتير جدا helped Resendel not to be discovered. What were they? ممكن وجود سابتو وفريدز جنبه. تمام. Good. Number one, إن هو he looked exactly like the king. شبهه تماما. النقطة المهمة جدا إن محدش ياخد باله منها. Not many people know what the king looks like. في ناس كتير ما تعرفش كينج شكله ايه. شكله الحاجة التالتة. People didn't expect at all that there was a pretend king. ناس عمرها توقعت ان في ملك بيدعي انه كينج.
مظبوط. الحاجه الرابعه سابت اند فريندز وير اولويز بيسايد راسن تو تيل هيم وات تو سي وات تو دو وات نوت تو دو. فدي عده فاكتورز عوامل ساعدت راسن طبعا نوت تو بي ديسكفرد. مظبوط. فده سؤال مهم جدا طبعا طبعا. في الشابتر ده راسندل بيكيم اكسبيرينسد اصبح عنده خبره. هي نيو هاو تو ران ذا كانت هاو تو ران ذا كانتري ويل زي دي البلد كويس جدا جدا عشان كده بيختلف عن المكان في انجلترا. هي بيكيم اكسبيرينسد اصبح عنده خبره رهيبه جدا ان بريتندينج في الادعاء ذات هي هاد فورجيت الرولز الناس اللوائح والقوانين. هي هاد فورجيت ذا بيبول ذات هي هاد ميت ذات هي هاد ميت بيفور الناس اللي قابلها قبل كده طبعا سو از تو افويد بينج ديسكفرد عشان ما حدش يكتشف يعني في وير راسندل لو انت كنت راسندل مكانه would you pretend that you had forgotten rules of course I would تمام I would pretend that I had forgotten rules so as not to be discovered عشان ما حدش يكتشف so the people think that I am the king فاهمين الكلام ده تمام فهو لازم يدعي كمان بيقول لنا هو الراجل بيقول لنا بيستغل ان his growing popularity نمو شعبيته would help them would help people to forgive him for his occasional bad decisions. Do you think that Rasendel gained popularity? How do you know? Of course. How do you know? من نزوله من الأولد بارت في روريتانيا. تمام وفي الحتة دي بقول هنا I hope that growing popularity would help people to forgive me for my occasional bad decisions. معنى الكلام ده انا عارف ان شعبيته كبرت مزبوط. وفعلا فعلا شعبيته كانت كبرت لما دخل الاولد بارت فاكرين الكلام ده بالشابتر ده طبعا راسندل طبعا وان داي في احد الايام طبعا سابت انتر ذيز روم قال لي هير از ا ليتر فور يو جاي لك جواب فروم ذا رايتنج ات از فروم ا وومن الله عليك يا سابت جاحد يعني حتى عارف الخط ده منين قال له ده من واحد ست تمام واي هاف جود نيوز فور يو عندي اخبار ليك جميله He heard the letter. How did Sap know that the letter from a woman? It came from the writing. مش أقول بقى الخط سهتان ونايم على نفسه وكلام ده فين الرايتنج ماشي طب أقول له طبعا عندي لك عندي لك good news. What is it? إيه هي أقول لي يا سابت الديني قال له إحنا we now know شايفين الساعة يا جماعة we now know we now know we now know we now know that the king is at the castle of Zenda. إحنا تعرفنا الكينج موجود في قرية زندا تمام قال له how do you know that؟ عرفت الكلام ده ازاي؟ قال احنا we asked for the rest of Duke Michael VI special guards where؟ سألنا بقيت الرجالة ستة على الراس we knew that three of them were always at the castle of Zenda في ثلاثة منهم هناك في القلعة ثلاثة قاعدين في القلعة اللي هم مين؟ لون جرام اللي هم كريمنالز كريمنالز او لون جرام كرافستاينر روبرت اند ذا These are the biggest, the three biggest criminal in Mauritania. قالوا يعني do you think that the king was there for sure? متأكد ان الكينج موجود هناك؟ قالوا almost certainly. كلمة almost certainly 90% 90% متأكد. أيوة ده متأكد ده احنا the three Mauritanian are all that the castle of Zenda besides the people say الناس بتقول ودي حته مهمه جدا جدا ذا درو بريدج ان الكوبري المتحرك از نيرلي اولويز كيبت اب تقريبا كده دايما مرفوع موجود مرفوع نوت نورمال وده مش طبيعي يعني معنى كده بيمنعوا اي حد يخش الكاسل تمام كمان نو باديز الاود تو انتر ذا بيلدينج وذاوت ذا بيرميشن اوف روبرت اند ذا اند ديوك مايكل يبقى ديو ثينك ذات حتى اعتقد ان سات واز رايت To be sure that the king was at the castle of Zenda, of course, he was so sure for many reasons. Number one, the three criminals were all at the castle of Zenda, so as to guard the king. Those the three biggest criminals in Mauritania. Number two, the drawbridge was nearly always kept up. That was not normal. كمان nobody was allowed to enter the castle of Zenda without the permission of Duke Michael or Robert Tenzao. Do you think that Robert Tenzao was special? The youngest but the worst كمان nobody was allowed to enter without the permission of Robert Tenzao or Duke Michael. فساعتها طبعا ده سؤال اصلا مهم جدا جدا ساعتها راسندل قال له زين I must go to the castle of Zenda. Do you think that Rasendel cared about the king? Of course. How do you know? He decided at once to go to the castle of Zenda so as to set the king free. After knowing that the king was surely there.
فقال له يعني I must go to the castle of Danda. قال له that wouldn't be a good idea. فكرة مش حلوة حبيب قلبي. قال له if not today then soon. لو مش النهاردة قريب العجل. قريب العجل I must go. يعني Rassendel insisted on going to the castle of Danda to set the king free. لازم نروح ننقذه. لازم ننقذه. تمام. قال له حبيب قلبي عايز تروح يعني؟ قال له عايز اروح. قال له perhaps you will stay there forever if you go. ساعتك ان شاء الله هتشرف هناك للابد لو رحت. What does sept means by saying so? Sept means that if Rassen decided to go to the castle of Zenda, he would either be killed or put in prison. He's gonna be killed, yes. Then the game would be over. If you were sept, would you prevent Rassen from going there? Of course. If Rassen were killed, the game would be over. Duke Michael would kill the real king, would kill sept, and the prince would become the new king. فيعتبر سبت was cautious, was more careful, was wise. يعتبر هو المحور بتاع القصة أصلا. هو الكورنر ستور بتاع القصة. يعني راس المدبرة الكل. راس المدبر بتاع القصة فعلا. فقال له لو مش في فترة صمت بينهم الاثنين. وساعتها راسندل بص لسبت كده لا طبعا سبت كالعادة راجل فوكس ثعلب راجل جاحد قوي was studying راسندل فيس بيدرس وش راسندل. يا عم في ايه بتبص على وشي ليه؟ قال له بقول لك يا راسندل قال له ايوه. What's worrying you? إيه لألك يا راسندل شايفك الآن كده ومتضايق. التاني انفجر قال له tell me that. Why is it that wherever I go in the capital I'm followed by six people? ليه أينما بتحرك في العاصمة في ست رجالة ورايا؟ حراس. قال له I have ordered them to do so. أنا اللي أمرتهم. يبقى who ordered six men to follow راسندل؟ سبت. Do you think that سبت was right to ask six people to follow راسندل؟ طبعا. Of course, he was so right. So to protect him against Duke Michael's men, if Rassendel were killed, Sept's position would be difficult. The game would be over. Duke Michael would kill the Red King, would kill Sept, and Fred then would become the new king. I think that Sept was very wise. تمام. I have ordered them to. أنا اللي أمرتهم to do so. قالوا but why? ليه? قالوا حبيب قلبي عشان ليه? هقول لك أنا ليه? عشان it would be useful for Michael. If you disappeared, and if you disappear, the game was over. تاني, it would be useful for Michael if you disappeared, and if you disappear, the game is over. What does Sept mean? قلنا كده يا جماعة, he means that if Rassendel were killed, the game would be over, Duke Michael would become the king, would kill the real king, الكلام اللي احنا قلناه من شوية ده. يعني Sept was so right, Sept was so wise. Wise, حكيم. فلما قال له كده طبعا if it would be useful for it would be useful for Michael it would be useful طبعا for Michael if it disappeared and if it disappeared the game is over. قال انا I don't need this help مش محتاج المساعده I can look after myself. انا اقدر اعتني بنفسي او do you think that what does this show about Rassendel? He had self confidence. عنده ثقة بالنفس. عنده ثقة بالنفس. He was able to take the right decision at the right time. ياخد القرار الصحيح. He was so strong or strong enough to protect himself. في أسئلة critical لازم نعرفها. ما ده بين إيه؟ عنده self confidence. Strong enough to protect himself. Was right to take the right decision at the right time. تمام مظبوط. فلما قال له كده أنا I can look after قال له حلو قوي. اعتني بنفسك يا حبيبي؟ بص يا حبيبي دي جوتي. A personal and detailed are always in Strelso. ثلاثة دول موجودين في Strelso. Any one of them, مالوش بقى ثلاثة ده any one of them would catch you easily. أي واحد منهم هيجيبك من قفاك. يعني يعتبر Sept was so right to ask six people to follow Rassendel. عشان if any one of them من بين الديكوتين in person and detailed, any one of them could catch him easily. وبالتالي if he were caught, the game would be over. وديوك مايكل would become the king. فلما قال له الكلام دوت سكتوا شويه في فتره صمت قال له بقول لك ايه ما تقولي الخطاب اللي موجود ده معاك فيه ايه؟ بدا راسندل الخطاب ده الفيرست ليتر ذات ووز سنت باي انتوني دو موبان هنعرف ده انتوني دو موبان اللي بعتها لان في القصه هتبعت له خطاب ثاني بعد كده. بتقول له محتوى الخطاب بسرعه كده يعني بتقول له اف ذا كينج وونتس تو نو سمثينج امبورتنت لو كينج عايز يعرف حاجه مهمه دو وات اي اسك نفذ اللي اقول لك عليه. There is a new avenue في طريق جديد. الطريق الجديد ده في
هاوس، والهاوس ده موجود في لارج جاردن، حديقه كبيره جدا جدا سراوندد باي وول، محاطه بجدار. الجدار ده فيه جيت اللي هي بوابه في الباك في الخلف بتاعه. ات ميدنايت تونايت، شايفين الساعه يا جماعه؟ ات ميدنايت تونايت، النهارده في منتصف الليل، جو ثرو ذا جيت، خش من بوابه. تمام. يو ويل فايند، هتلاقي قدامك يو ويل فايند ا ستاتيو اوف ا هورس ان فرونت اوف يو، هتلاقي قدامك تمثال حصان قدامك. ذن تيرن رايت، يا رايت كده قصدي، تيرن رايت حاول يمين. تمام. اند ووك اباوت 20 مترز، امشي حوالي 20 متر. يو ويل فايند 6 ستيبس، هتلاقي 6 سلالم. اب تو ذا سمر هاوس، هتوصلك الى السمر هاوس. زير someone will be waiting for you، هناك تلاقي في حد مستنيك. someone that is loyal to the king، if you don't come، لو انت ما جيتش your life will be in danger، حياتك تبقى خطر. you must come alone، تعال لوحدك. don't show the letter to anyone otherwise، والا the life of Oman will be in danger. ديوك مايكل هتبقى مهدده بالخطر. will punish me، مايكل عاقبني. محتوى الخطاب ده، محتوى الفيرست ليتر ذات واز سنت باي انتوني دومان تو راسندل، طبعا لسه ما اعرفش مين انتوني ولا لا، تو هيلب هيم تو تيل هيم اباوت ديك مايكل دي بلان. فساعتها طبعا امر الخطاب مش خدع يعني، ساعتها ما هو ثابت يعطينا خدع. قال له ما ديوك مايكل كان رايت، ديوك مايكل كان اولت رايت ا فيري جود ليتر تو، طب ما ديوك مايكل ممكن يكتب الخطاب ده يعني. هنا كان ثابت داوتد ذات ديوك مايكل wrote this letter or at least dictated it to someone، dictated it ملا لحد يكتبه. فرد عليه راسندل قال له I have the same thought، انا عندي نفس التفكير. ديوك مايكل had written it to trap me، ديوك مايكل كتب الكلام ده عشان يعمل لي trap me، يعمل لي فخ. قال له خلاص، فبيطبق الخطاب لسه وهيرميه في البن سلسله مهملات. لقوا فيه رايتنج موجود في الاذر سايد، الجانب الاخر. لو قال لي بقى الكلام مقطوع على الجانب الاخر، بتقول له if you don't believe me، لو انت مش مصدقني، لو مش مصدقني ask سب، ask كينل سب. قال له what، اسم مكتوب يعني. ask him what woman، اساله مين هي المراه has been a guest القضيفة على ديوك مايكل and her name begin with letter ايه احمد اكيد عبعين بيبدا بحرف الايه. راح رد راسل قال له ات ماست بي انتوني دومان، ده راسل ده بالتاكيد انتوني دومان. رد ده ذهب قال له هاو دو يو نو، عرفت منين؟ راسل تول ديم ايفرثينج اباوت انتوانيتا، ما قابلها بقى في المحطه وشافها في المحطه والكلام ده كله. رد عليه ثابت قال له فعلا انا اي هيرد ذات انتوني دومان هي ومعاها الجستس ومعاها السيرفنت كانوا جست جسد على ديوك مايكل. But people say that ديوك مايكل had an argument، مايكل كان عامل خناقة كبيرة جدا with Antoinette. Perhaps she's staying somewhere in Strelso، دلوقتي هي قاعدة في مكان ما في Strelso. طالما في خلاف بينهم يبقى مش قاعدة في زندا، قاعدة في Strelso. راسندل قال له so she could be useful. Do you think that راسندل was right when he thought that Antoinette Dumas would be useful؟ اوف كورس طالما في ارجيومنت بينهم بديوك مايكل يبقى حصل بينهم حوار، يبقى هتتكلم عليه هنستفيد بالكلام اللي حصل. فرد عليه الثعلب سبت الثعلب قال له she could be useful if she had information about Michael، لو هي عندها معلومات عن مايكل تبقى useful. But انا I am still sure انا ما زلت متاكد ذات ديوك مايكل رود سيلتر، انا متاكد ان مايكل هو كتب الجواب ده. تمام. قال له سودو اي وانا كمان. يبقى بوث اوف ذم الاثنين اجريد ذات ذات ليتر واز ريتن باي ديوك مايكل سو سيت ا تراب فور راسندل اور ات ليست مايكل ديكتيتد ات فور انتوريت وان، ماشي يا جماعه؟ يا مان له لها يعني، اتفقوا الاثنين على الموضوع ده. فقال له صوت اي بس انا اي ام نوت سيرتن، انا اي ويل جو تو ذا هاوس بس انا مش متاكد هروح البيت. قال له تروح البيت؟ نو يو ماستنت جو، ممنوع تروح. شوف مصر انت عارفين مصر you are not allowed يعني ممنوع قطعيا، you mustn't go، ممنوع تروح. let me go and stay، انا اروح بدالك انت. تمام. قال له ما انت you can come with me but you must stay outside the gate. مش انت وانا بتقول له you must come alone. فالراجل بيعمل بينفذ النصيحة بتاعتها، استناني بره بقى. قال له بص you are mad،
انا اي دونت بيليف ذس وومن اي دونت بيليف ذس وومن مش قادر الست دي اند يو ار ماد اف يو دو يو ار ماد يعني هي اكيوز ريتند اوف مادنس انتهى بالجنون قالت له مجنون لو رحت قال له بقى انا اي بيليف ذس وومن واي ويل جو انا بقى مصدق الست وهروح تمام بص وهدده ايذر اي جو تو ذا هاوس اور اي جو باك تو انجلاند ايه رايك اختار بقى اسيب اللعبه خالص واروح ايه رايك اف يو ار سابت Would you agree to let Rassendel go to the summer house? There is no other choice. I will let him, طبعا, go to the summer house. عشان if Rassendel returned to England, the game over. Would be over. ومايكل هيبقى كينج مش كده معاه ليه؟ فأحسن له. فعلى مضض كده يعني من تحت درسه. هو يحاول يدعمه بس يروح. وافق. وافق. فخلاص مفيش عنده اختيار تاني. وبالتالي half past 12 الساعة at half past 11 sorry الساعة 11:30 بالظبط لما قالوا هتقابلني after midnight لو فاكرين الكلام ده at tonight at midnight فالساعة 11:30 بالظبط Rassendel and Sept rode their horses they reached وصلوا عند السمر هاوس Sept قال له I will wait you here هتستناك هنا good luck يا حبيبي good luck يعني الله معك انت ونصيبك بقى خش Rassendel طبعا follow the direction given by Antoinette Dumoulin in her letter دخل فعلا للجيت داخل البوابة لقى فعلا الهورس in front of him حاول يمين مش حوالي 20 متر 20 متر لقى فيه 6 steps up to the summer house دخل اول ما دخل اول خطوة سمع صوت خافي بيقول له شد the door اقفل الباب 19 بالليل بقى والدنيا ضلمة شد the door بخ انا رجعت ورا يا عم اقفل الباب هو بص كده شاف أنتوني دوبان وراه سيرفنت واحد كان معاها بص في المكان ما كانش فيه فرنيتشر كتير المكان تعتبر سقف مهروس زي كده شاليه والكلام ده ما بيتزارش كتير عشان الاولي ليه ما كانش فيه فرنيتشر كتير it is not often visited tourists by people فحتين كده لقى فيه تو تشيرز والمعلبه بتاعتنا ان ايرن تيبل اللي هتلعب دور خطير في القصه ترابيزه الحديد تمام والمكان وزلت مضاء عن طريق اونلي كندل شمعه وراح داخل التيبل الحديد هي اللي هتلعب معانا دور كبير دور خطير جدا دي اللي هتم بروتكت والبروتكت راسندل فور بين كيلد دخل وقالت له بص من الاخر وي هاف ليتل تايم وقتنا قليل اي نو هو يو ار انا عارفه انت مين يو ار نوت ذا كينج يا حبيبي انت مش الكينج يو ار مستر راسندل عشان ما تشيل عليها بالكلام بقى انت مستر راسندل انا اي رود ذا ستيتر اديوكس اوردرز حسب اوامر ديوك مايكل ان 20 مينتس في خلال 20 دقيقه ثري مان ويل بي هير سو تو كيل يو ثلاثه يبقوا هنا عشان انت رجاله في خلال 20 دقيقه خلصوا عليك عجبت الرساند اللي في رد قال لها اور اي ويل كيل ذم الله عليك او ممكن انا اقضي عليهم اور اي ويل كيل ذم اي سبورت ذات ذي ار 3 اوف ديوك مايكل زمان بفترض هم ثلاثه من رجاله مايكل قالت له ايوه يبقى لو قال لي do you think that الكلمة بتاعت Rassendel يا جماعة ان انا or I will kill them shows that Rassendel was so brave so strong enough to protect himself راجل عنده self confidence راجل brave راجل كان officer in the Queen's army واخد صفات الشجاعة فاهمين يا جماعة or I will kill them وكمان لما قال له I can look after myself ده كل ده بيدل ان Rassendel كان عنده strong personality راجل عنده self confidence راجل يقدر ياخد the right decision at the right time فلما لما 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 قالت له طبعا الكلمتين دول وقال لها طبعا انا اي ويل كيل ذم اي سبورت ذا دي ار 3 اوف ذا كمان زمان قالت له ايوه هم ثلاثه من رجال من رجال ديك ممكن واسمعني بقى اسمعني كويس جدا جدا البلان كالاتي خطتك ده سؤال مهم جدا جدا لو وات واز مايكل ذا بلان تو جيت اوف Rassendel ات ذا سمر هاوس ان Rassendel شود باست بي كيلد ات ذا سمر هاوس المفروض يتقتل هنا يتقتل في السمر هاوس ذن هيز بودي وود بي تيكن تو ذا اولد بارت يتاخد الى الاولد بارت بتاعته تروح للاولد بارت وين ذا بادي واز فاوند لما اللي هو الجثه بتاعته اكيد البادي هتلاقي عن طريق شخص ما لما البادي بتاعته تتلاقى طبعا ديوك مايكل وود ارست هيقعد على كينل سيبت اند كابتن فريد فونترنهايم يتهمهم بلاد اكيوزينج ذم اوف ميردرينج ذا كينج ذن ا نيو ماسنجر رسول جيد وود بي سنت هيرسل الى ذا كاسل اوف زندا سو از تو ميردر ذا كينج تو ذن ديوك مايكل will be the king would become the new king do you understand حبيبي بتقول له كده فاهم يا حبيبي لا I understand
It is a very clever plan. دي خطة إيه ده؟ خطة ماهرة. خطة جهنمية. But why are you helping me? أنت بتساعديني ليه؟ يبقى قال لي what was Michael's plan؟ سؤال مهم جدا جدا to get rid of Rassendyll. Rassendyll must be killed at the summer house. Then his body would be taken to the old part of the town. When the body was found by someone, Duke Michael would arrest Kenneth Sept and Fritz Winterheim, accusing them of murdering the king. The new messenger would be sent to the castle of Zelda so as to murder the king too. Then Michael would become the new king. فاهم يا حبيبي؟ قال لها فاهم. But why are you helping me? I don't like to see people being killed. مش بحب الناس. Do you think that Antoinette Van a bloody woman? Of course not. Of course not. How do you know? She said that she doesn't like to see people being killed. بحبش أشوف الناس تتقتل قدامي. وبالتالي لا مش دموية. Do you think that she wanted to help Rassendyll? Of course. She doesn't like to see people being killed. Rassendyll بتحبش القتل أصلا. بتحبش الدم. قالت له بص يا Rassendyll كده. بص بسرعة كده نفذ اللي قالك عليه. أنت كده بتقول له أنا عارفة إن في 6 people follow you. الستة دول are followed by Duke Michael's 6 special guards. الستة دول وراهم ستة بتوع Duke Michael. If you are alone, لو أنت لوحدك in the capital, you will die. تمام. هتموت. نفذ بقى كلامي بسرعة. أنت هتطلع من المكان ده هتلاقي تمشي path the house بمحاذاة البيت هتلاقي وتمشي حوالي 100 متر. هتلاقي فيه ladder سلم against the wall. Climb it تسلقه تمسك في safe side. مش يمشي بقى. لا فضول بقى متنح لا وات ويل يو دو انت مالك انت حيوان وات ويل يو دو طب انت هتعمل ايه قالت له اي هاف ا جيم تو بلاي انا عندي لعبه هلعبها طب وات يو ثينك تعتقد ايه اللعبه اللي هتلعبها انتونيت انا اي ويل تيل ديوك مايكل زمان ذات يو نيفر كيم هقول لمايكل انت ما جيتش قال لهم انت ما جيتش اف مايكل دازنت فايند اوت او مايكل ما اكتشفش الكلام ده بيرهابس وي ميت اجين احتمال نتقابل مره ثانيه ممكن نتقابل ثاني ما تمشي بقى يا راجل بقى ما تمشي قال طب بسرعه كده قال لها ثانك يو يو هاف هيلب ذا كينج انت كده ساعدت الكينج هو مقصود بالكينج هو ولا الريال كينج ذا ريال كينج قال لها ممكن اسالك سؤال تقول بسرعه قال لها دو يو نو وير هي از انت عارفه هو فين عارفه فين قلت له اي دونت نو يا جماعه اي دونت نو ده اسلوب توكيد مش اي نو بس ده اي دونت نو اي دونت نو ذير از ا روم اون ذا رايت في حجره على اليمين بيهايند وراها ولسه هتقول لي بيهايند لقيت مين بقى؟ الرجاله وصلت الباشوات الثلاثه شرفوا بيهايند قالت له زي هاف كام يو ار تو ليت تو سكيب اتس تو ليت تو سكيب فاتت قال لك تهرب يا عم Rassendyll Rassendyll لوكد ثرو اجاب في جاب كده فجوه في الدور وشاف سريمان وسمع انجلش اكسنت لكنه انجليزيه اللي هو ديتشارد مفيش غيره المعلم بتاع ديتشارد Are you in there, Mr. Rassendyll? وانت جوه يا مستر Rassendyll؟ تفتكر Rassendyll ايوه انا جوه خش اقتلني؟ لا طبعا. Rassendyll didn't answer ما ردش. احنا عندنا اوفر ليك يا عم Rassendyll. قول اللي تقص ان مش هتدخلنا؟ انتويت قالت له don't trust them اوعى تثق فيهم. دول غير موثوق فيهم نهائي. تمام. قال له you can't talk from behind ما تتكلم من ورا الباب ولا تخش. I won't let you in مش هدخلك. تمام. ده Rassendyll. قال له تسمع الاوفر بتاعي ده احنا قال له يعني من خلال لكنه كده قال له ار يو مستر ديتشارد؟ هو انت مستر ديتشارد؟ قال له بص يا حبيبي اور نيمز ار نوت امبورتنت. انت مالك ولا ديتشارد ولا مخيمر ولا اورنجي؟ اور نيمز ار نوت امبورتنت. احنا بنعرض عليك يا بابا اسيف جيرني تو ذا بوردر وكام؟ 50,000 جنيه استرليني. Rassendyll that is a very generous offer. ده عرض مغري جدا جدا. But I don't trust them. Do you think that Rassendyll was right not to trust them? Of course. Of course. طبعا. They were Duke Michael زمان. ومايكل راجل مش موثوق فيه. طبعا. وبالتالي that this shows that Rassendyll was an honest man. أمين. He didn't want to betray the king. He wanted to help the king. He was a man of principles. لو واحد غيره كان قبل الفلوس ورحنا من الحدود طبعا هو كان عنده ولاء للكينج وعايز يساعده. الراجل طبعا قال له ده عرض مغري بس ليت مي ثينك. اديني فرصه افكر يا عم. اديني فرصه افكر يا عم ديتشارد. اخد وقتك. فكر ورد عليه قال له خلاص انا فكرت وقبل الاوفر بتاعك. راح قايل لانتوانيت بتاع دوت جو اواي from طبعا
ذا دور بي كلوز تو ذا وول، يعني بعيد عن الباب، خليكي جنب الحيط، جنب الحيط عشان لو دخلوا يخشوا ياخدوها في السكه، فاهمني يا جماعه؟ ايوه. فخدها وقفت جنب، قالت له وقال له وقالت له وات ويل يو دو؟ قال لها يو ويل سي، هتشوف انا هتشوف انا هعمل ايه، هتشوف انا هعمل ايه. المهم وقال للديتشر خلاص انا قابل يا ديتشر ده ممكن تفتح الباب. تمام. قال طب واي دونت يو اوبن ذا دور يور سيلف؟ طب ليه ما تفتحش الباب انت؟ قال له الباب بيفتح اوت ووردز، اوت ووردز يعني لبرة. على بره. فانت هتقدر ترجع لورا، الباب بيجي في وشك يا عم. ايوه. راسند قال له خلاص هفتحه لك انا. راسند بريتندد ادعى ان هو هيفتح الباب على مدي نفسه وقت تشانس تو كاري اوت. راسند طبعا هيلد مسك ذا ايرن تيبل، ترابيزه حديد باي اتس تو ليجز، بين رجليه اتنين بقت ان فرونت اوف هيم، بقى بروتكتيف شيلد، درع واقي مجهزها كده فوق. وقال له انا ريسند البريتند ذات هي واز تراينج تو اوبن ذا دور، وقال له انا اي كانت اوبن. قال له بقى انا اي كان اوبن يا حبيبي، انت مش قادر تفتحه انا ممكن افتحه. ودخلوا مندفعين وفايرد ات ريسند. ريسند مانج تو بروتكت هيم سيلف باي يوزنج ذا توب اوف ذا اوف ذا توب، التوب بتاعت الايرن تيبل. ذا ايرن تيبل بروتكت ريسند فروم بينج كيلد، فروم بينج شوت. ريسند ران فاستر، جري بسرعه واصطدم بالتلات رجاله. الرجاله تلات رجاله فيل سقطوا على اون ذا 6 ستيبس على السلالم، هو فيل اوفر زيم، هو كمان وقف فوقهم. بس هي الراجل نهض بسرعه جدا جدا وريمبرد، افتكر انتوانيتس بلان انه يجري حوالي 100 مترز هتلاقي سلم وهيلاقي سلم والكلام ده كله. الراجل فروم بيهايند، وده بيثبت انه كان قناص جامد جدا جدا. فروم بيهايند هي شوت، اطلق رصاص من الخلف كده وهو ماشي بيجري، والرصاصه جت في الفينجر بتاع ديتشارد. ايه حكايه الفينجر؟ ما اعرفش الصابع، ما اعرفش الصابع دي، ما اعرفش ايه حكايه الصابع دي. ضرب طلقه في صباعه. ده معنى كان راسندل طبعا ووز جود ووز اجان، زي ما قلنا في اول من اول القصه. والراجل طبعا سمع ضرب نار بره، المعلم سبت بيضرب دايما كده بيضرب نار، سبت وانتد تو جيت ثرو ذا جيت، عايز يخش البوابه، بيأمن نفسه. لما سمع صوت ضرب نار سبت برضه ضرب نار، هي وانتد تو جيت، عايز يخش البوابه. فرسيد قال له مي ستوب، انا يا عم انا مش ما تضربش نار. قال له ار يو سيف؟ قال له مصحف سيف. ده بخير؟ بخير والله العظيم كويس. واحكي لك فاصل صغير وهنرجع تاني. أوكي. استنونا وما تروحوش في اي حته وهنكمل احداث القصه مع بعض. بسرعه احكي لنا مستر بسرعه يا جماعه عشان الوقت ضيق جدا جدا. راسند قال طبعا احكي لك فان ستوري عن الـ عن الايرن تيبل. طبعا وهم ماشيين في الطريق تاني يوم بقى هم موجودين في البلس، طبعا في لازم بيجي حاجه اسمها ريبورت من ذا شيف اوف بوليس، تقرير امني عن حاله الامن للملك. لو قال لي وات داز ذا شيف اوف بوليس ريبورت كونتين، بيحتوي على ايه؟ يحتوي على حاجات كتير جدا جدا. بيحتوي على فيه interesting things have been happening in Streltsu. Number one, Duke Michael left Streltsu. Duke Michael غادر Streltsu by road to Zenda برا إلى Zenda. An hour later بعد بساعة three of his men، ثلاثة من رجالة الأمة Adigote personal and Richard followed him. وكمان بيقولوا في الريبورت إن في أباندج ضمادة around صباع واحد منهم around ديتشارد هاند، حوالين صباع ديتشارد. This pleased Rassendel، اسعد Rassendel ان الطلقه بتاعته اصابت يعني. وكان فرحان جدا جدا جدا. قال له استنى، ده سبت ليبرال ريبورت. قال له استنى، في خبر تاني من نايل بستني ان البيبل وير نوت هابي، اهل ستريتسو مش سعداء. Because the king hadn't married Prince Flavia، الكينج ما جوزش حتى الان Prince Flavia. If they don't want to marry each other، مش عايزين يتجوزوا بعض، it would be better for Michael to marry her. لو مش عايز يتجوزها مايكل هو اولى بيها. وقال لهم ايه؟ هو اقول لك مايكل انا ناقصك يا اخويا اولى بيها. وكمان بيقول ايه؟ however the king، برغم كده الكينج عامل
بول عمل حفلة رأس لفلافيا. منين بقى ما بيتجوزهاش وهو من الصعايدة هناك يعني زي عندنا كده شرف البنت والكلام ده لازم يكتب عليها وكلام ده وإكليل أو كلام ده يا جماعة يعمل نص إكليل أي حاجة. فهنا بقى المعلم ساتر بيصطاد في الديرتي ووتر ده كله في التقرير يا فندم؟ في التقرير يبقى التقرير كان كنتي محتوى على نديوك مايكل بس مش قادر اعيد تاني عشان الوقت بس. نديوك مايكل هاد ليفت طبعا غادر استريلسو بيروتو زندا ان اور ليتر هي واز فولد باي 3 اوف هيز بن دي جوتي وبيرسون وديتشارد. ديتشارد كان في بتاع بانديش اراوند هيز هاند. كمان التقرير الحاجه الثانيه مهمه جدا في التقرير ان البيبل اوف استريلسو وير نوت هابي بيكوز ذا كينج هادنت ماري برنس فلافيت. If they don't want to marry each other, it would be better for Michael to marry her. However, وبعد ذلك الكينج was preparing, مجهز a ball for the princess. فرد راسل قال والله عظيم I have no idea, ما عنديش فكرة عن موضوع البول ده خالص. معلم فريدز قال له بص, all has been arranged, all has been prepared. كل حاجة مترتبة. By me, كله ترتب بواسطتي. راح التاني مصطاد في المبنى أكرو قال له you must ask friends Flavia to marry you. اطلب Flavia تتجوزك. ده سبت. Why? Do you think that Sept was right? I think that he was right so as to because the people were angry because the people were not happy because the king hadn't married Prince Flavia. This shows that the people there loved بيحبوا طبعا اللي هي Princess Flavia very much. We don't like the king. بدليل ان هم ابوهم ما كده اتجوزها مايكل وخلاص. فاهمني ازاي يا جماعه؟ تمام. المهم ساعتها لما قال له في حفله يو ماست اسك هير تو ماري يو قال له اي كانت وذس شو ذات ريسندر واز ان اونست مان مش عايز يخدعها. ات از نوت يور رايت تو تيك سام ثينجز ذات بيلونجز تو اذرز. مش معنى تاخد حاجه في ايد غيرك هي بتاعته. لا هي مش بتاعته. لا هي بتاعت الكينج المفروض رودلف الفيلفبرج. ده بيدل يعني ريسندر واز سو اونست. قال له اي كانت ات از نوت فير مش عادله لا ليها ولا اهل ولا اهلي بريطانيا ان انا اطلبها جواز. المهم الحفله اتعملت والحفله كانت ووز ا سكسس وان حفله ناجحه جدا جدا. التي والكافي والمشروبات والسحلب والبتاع والكلام ده. وساعتها المعلم راسندل بقى هيرتكب مجموعه اخطاء. هو رجع ان هو رودلف راسندل بيتكلم على ان رودلف راسندل الشخص الحقيقي نسي ان هو كينج. هو هي بتقول له نوت يو هاف بين كينج فور ا فيو دايز فور ا فيو ويكس سوري انت كينج بقالك فيو ويكس but everyone says that you have done a very good job then did your work حلو قوي. I am very pleased for you. انا فرحان لك قوي. الا وانس someone said to me في شخص ما قال لي ذات مره ان position in society has responsibilities. At last اخيرا I realized that how true this is. اخيرا ادركت ان ده حقيقي. قلت له انت يعني haven't you realized that before يعني انت ما ادركتش الكلام ده قبل كده. عايز تقول ما انت عارف ان تبقى كينج في يوم من الايام. لا لا وانا اي واز يانجر لما كنت صغير في سن اي سو ذات اي didnt need to worry about society. الحلقات بتجري والوقت بيجري وفعلا القصه شيقه جدا worry about society اي سو ذات ات واز سم وان ات از جوب. بعتذر ان انا بقطعك وبتزعلي وشكلك بتشتمني. ما لسه الشابتر ما خلصش يا جماعه وانا بشكركم جميعا والى اللقاء في حلقه قادمه مع مدرس على الهواء واحسن وارقى مدرسين جمهوريه مصر العربيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.